أهلا بكم في ترند. أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر إنستغرام عن البرنامج الصيفي الذي سينفذ للمرة الأولى عن بعد باستخدام الوسائل الرقمية، ويستفيد منه العديد من طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل الدراسية، والذي سيفتح باب التسجيل فيه ابتداء من اليوم 15 يوليو حتى 18 يوليو الجاري عبر خدمة التسجيل في الأندية الصيفية بموقع الحكومة الإلكترونية، على أن يبدأ تنفيذه من 21 يوليو وحتى 19 أغسطس 2020. البرنامج الذي يحمل شعار صيفي إبداع وابتكار، يتضمن أنشطة متنوعة في المجالات العلمية الفنية الثقافية والرياضية، إضافة إلى عدد من البرامج في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي والأكاديمي والتنمية الشخصية، والتي يشرف على إعدادها وتقديمها نخبة من المختصين بالوزارة. تصدر هاشتاغ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم النائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمناسبة يوم ميلاد سموه الذي يصادف اليوم 15 يوليو، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناسبة بشكل واسع، فأطلقوا هاشتاغ محمد بن راشد وهاشتاغ فخر الوطن، اللذان تصدر الترند على تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعايد المتابعون سموه في يوم ميلاده متمنين له طوال أو طول العمر ودوام الصحة والعافية والاستمرار في العطاء. تداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه بيت على شكل كاميرا في إحدى المدن الهندية، ويعيش فيه رجل هندي مهووس بالتصوير، وبحسب وكالة الأنباء رافي هونغال الذي يعشق فن التصوير قرر بناء منزل من 3 طوابق على شكل مجسم للكاميرا بكافة تفاصيل الكاميرا الحقيقية. عشقه للتصوير تجاوز هذا الحد، بل وصل به الحال إلى تسمية أبنائه 3 بأسماء أنواع شهيرة لكاميرات التصوير نيكون، كانون وإبسون. نتابع. ايه من الصعب جدا عند ركوبك للعبة الأفعوانية أو الرولر كوستر عدم الصراخ، خاصة عندما تزيد السرعة، ولكن مع الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم اشترطت مدن الملاهي اليابانية على روادها اتباع الإجراءات الوقائية، أهمها ارتداء الكمامات، والأهم عدم الصراخ عند ركوب الألعاب الخطرة والاكتفاء بالصمت. ولإثبات أن عدم الصراخ ممكن، قامت إدارة إحدى مدن الملاهي بتصوير فيديو يتضمن توضيح للسلوكيات الجديدة التي ينبغي اتباعها أثناء ركوب عربات الملاهي، حيث يقوم 2 من مسؤوليه التنفيذيين بركوب العربات الدوارة في صمت تام. نتابع. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.